السلام عليكم ورحمة الله. I will talk about the second part of the first weeks of development, the cleavage and implantations. At the end of the lectures, you should know about describe of the cleavage. Blastocyst formations, normal and abnormal implantations, and the stem cells. احنا قلنا بالنسبة بالفيرست ويك ديفلوبمنت راح تحدث لنا الاوفيوليشنز اند الفيرتيلايزيشنز cleavage and the blastocyst formations. بالنسبة للovulations قلنا عادة تكون this ovulated secondary oocyte تكون in the metaphase of the meiosis 2, وقلنا راح تكون containing to the 23 الهيبلويد number of the double structures الكروموسومز. بعد عادة هذه الـ secondary oocyte الـ ovulations تكون مو بحتي راح تخرج لنا، وإنما راح تكون surrounded by granulosa cells. هذه الـ granulosa cells قلنا عليها derived from the mature follicles، وسميناها بالكورونا راديتا. ايضا وياها راح نلاحظ هذه المنطقة اللي هي تكون لونها بالريد كولرز، هي الميوكو سبستنس نون سيلولار جلايكوبروتينز از كولد زونا بيريوسيدا. الزونا بيريوسيدا قلنا سيبريتد فروم ذا الاوسايت ايد فروم ذا الكورونا سيلز. زين، في حالة هاي صارت بها الـ ovulations راح نلاحظ انه الـ picked up to the inside of the uterine بمساعدة الفامبريا. الفامبريا اللي هي قلنا عليها like finger project موجودة in the الـ end lateral uterine tube. راح تدخل الـ inside to the uterine tube، ومن دخلت لليوتراين تيوب قلنا راح يحدث لها، نلاحظ اكو منطقة اللي تكون هي وايدر مثلت لي بالأمبولة. عن طريق هذه الأمبولة راح يحدث لنا الفيرتيلايزيشنز. زين، نتائج الفيرتيلايزيشنز السكندري اوسايت اللي تكون كومبليت تو ذا الميوسيس 2، اند راح نلاحظ انه السيلز تستعيد لنا الديبلويد نمبر اوف ذا الكروموسومز 46، اند الديترمينيشنز اوف ذا 6 ايذر الاكس واي للميل اور الاكس اكس الفورميشنز. بعد ذلك راح تبدينا يا مرحلة الكليفج اللي عادة هي هنا راح يكون الميتوسيس of the zygote forming the small cells. These cells is called each cells نسميها بالبلاستومير. نو هسه راح نشوف اللي هي الكليفج راح تمثل لنا بالتو سيلز والفور سيلز والايت سيلز اند الى المور مور سيلز فورمينج تو ذا الموريولا. What do you mean the cleavage is a series of the repeated mitotic division without cells growth of the zygote, resulting in a rapid increase in the number of the cells. These cells is called the embryonic cells. زين، اذا راح نلاحظ انه فقط راح يصير بها زياده بالسيلز، لكن ماكو حدوث اللي هي without cells growth، فقط راح نلاحظ زياده بالعدد. زين، هذه these embryonic cells are called the blastomeres. لو نشوف كل وحده من عندها بالعملي ان شاء الله اذا جاكم بالامتحان، اي وحده ناشر عليها راح تقول لي هذه البلاستوميرز. نلاحظ انه البلاستومير become smaller with each successive cleavage divisions. كل ما تستمر
ما راح يزداد بالحجم مالته، وانما راح تصغر الحجم مالت من مالت السيل مال البلاستومير كل ما تصير عملية من عملية الكلافيج ديفيجن. الكليفج normally occurs as the zygote passes along the uterine tube toward the uterus. Okay. راح نلاحظ انه هي ظل مستمرة ما طول حركتها باليوتراين تيوب هي تستمر بالكليفج. Divisions of the zygote into a plastomere beginning proximally 30 hours after fertilization واللي هي معناتها بالday 2. راح تبدي اول الفيرست كليفج بالديفيجنز اوف ذا زايجوت، تعطينا التو سيلز، تعطينا بعد ذلك اللي هي الفور سيلز الى ان توصل الايت سيلز ستيجز. After the 8th cell stage, the plastomere change their shape and form a compact ball of the cells. نشوف من توصل صارت إن هي ثمانية من الخلايا هذه الشكل مالتها راح يتغير forming the compact ball of the cell. Then, on the third days after fertilization, the cells of the compact division to form 16 plastomeres, forming a mass cells is called the morula. إذا هي من الصير مورولا هنا راح تكون الديفيجن مالتها اللي هي 16 بلاستوميرز، وبهالحالة راح تعطينا أو تكون لنا ماس سيلز، هذه الماس سيلز نسميها المورولا. Now لو نشوف المورولا هي cells of the compact embryo division agent to form 16 cells stage which is called المورولا. المورولا لو نباوعها نشوفها راح نلاحظ انه من الداخل اللي هي ال inner cells of the morula راح تعطينا ال inner cells mass واللي هي راح بالتالي تتحول لنا الى ال embryo proper، بينما surrounded cells ال outer cells mass is forming to the الترافوبلاست. إذا الانر راح تمثل لي الامبريوبلاست بينما الاوتر تعطينا الترافوبلاست. هذا راح يكون بيايوم بال 3 days after fertilizations in اليوترين، بعدنا كلها باليوترين تيوب المورولا. المورولا enters the uterine cavity بالفور days. بالثالث يوم المورولا راح نشوفها باليوترين تيوب، لكن باليوترين cavity بالفور days after fertilizations. زين هسه بعد ذلك ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ المورولا showed a cavity. The fluid beginning to penetrate through the zona pellucida into the intracellular space of the inner cells. عن طريق الزونا بيليوسيدا هذا الفلويد راح يدخل لنا المن الى الخلايا او الفراغ اللي موجوده بال inner cell mass. Intracellular space forming a single cavity is called the plastocell. هسه هذا الفلويد اللي صار سوانا cavity، هذا الكافيتي راح اسميها البلاستوسيل كافيتي. والمورولا ايش راح تتحول لنا؟ راح تتحول لنا الى البلاستوسيست. اذا من يظهر ما طول بعدها اللي هي فقط الانر ماس سيلز راح تعتبر اللي هي المورولا. بعد ذلك راح يدخل هذا عن طريق الزونا بيليوسيدا السوائل ما بين الخلايا، فبش تسوي؟ راح تبدي تعطينا كافيتي، هذا الكافيتي من يظهر لي اذا انا راح اسميها البلاستو سيست، والكافيتي مالتها اسميها البلاستو سيل.
لو نشوف هذا الكافيتي or الفلويد in the blastocyst cavity separated the blastomeres in two parts. قسمت لنا اياها، اجى الفلويد اعطانا الكافيتي سميناه البلاستوسيل من ظهر الكافيتي، اذا هي كلية راح اسميها شنو؟ البلاستوسيست. زين هذا الفلويد من قسم لي الخلايا اللي هي موجودة بالانر الى two parts. الاوتر بارت اور الاوتر السيل ماس از كولد الليتروفوبلاست، وهذه الليتروفوبلاست اللي هي فورم ذا ابيثيليال وول اوف ذا البلاستوسيست، واللي هي بالتالي راح تعطينا فورمينج ذا البلاسنتا، بينما الانر ماس سيلز فورمينج البلاستو الامبريوبلاست which gives rise to the embryo. اوكي اذا الانر ماس سيلز اللي هي راح تمثل لنا الامبريوبلاست واللي بالتالي راح تعطينا فورمينج تو ذا الامبريو، بينما التروفوبلاست اللي هي الاوتر سيلز راح تتمثل لي هي تعطي يعني فورمينج تو ذا البلاسنتا. ناو هسا البلاستوسيست الانلارج تو الرابتشر تو ذا سراوندد زونا بيليوسيدا، بالتالي هذا صار بي رابتشرز من هو الزونا بيليوسيدا and the outer الترافوبلاست cells penetrating the uterine mucosa. اذا راح يصير اختراق بالترافوبلاست ويا من؟ ويا اليوتراين ميوكوزا. اوكي تخترقها. اذا هسه عرفت اني هذا منين اشر لكم عليه، هو راح يمثل لي البلاستو سيست، بينما الكافيتي البلاستوسيل. الطبقة الخارجية اللي هي مثلت لنا التروفوبلاز قلنا راح تسوي لنا منو تطينا؟ تطينا البلاسنتا، بينما الانر ماس سيلز اللي هي راح تطينا الامبريوبلاست واللي هو يطينا الفورمينج تو ذا الامبريو. هسه راح يبدي هذا الكافيتي والبلاستوسيست راح تكبر نتيجة للسوائل أو الكافيتي اللي بيها، هذا راح يعمل علي من على أنه يحطم لي من الزونة باليوسيدا، وبالتالي هذه التروفوبلاست راح تخترق لي اليوتراين ميوكوزا. نو بهالحالة من اخترقت لي اياها تنشوفها هنا راح تصير بيها عملية من؟ عملية الامبات اللي هي الامبلانتيشنز. هسه نريد نشوف ال wall of the uterus is composed of the three layers. ال outer is called ال perimeterium outer layer. The الperitoneal covering lining the outside wall. The second layers اللي هي الميوماتيريوم، المندل layer thickest wall تنشوفها thickest layers of the smooth muscles، بينما الطبقة الداخلية اللي هي راح تتمثل لي بالإندوماتيريوم ال inner layer lining with a simple epithelial that descending into a lamina propria or connective tissue to forming numerous uterine glands. تنشوفوا هذه اليوتراين جلانس، ان شاء الله نعطيكم اياها بالهيستولوجي اكثر تفصيلا. You can see in this figures uterine glands and this is in the endometrium and this is the myometrium, the thickest layers of the smooth muscles.
Now, the blastocyst attached to the mucosa of the body of the uterus. ويكون من يصارت بيها ال attached to the mucosa of the body ال adjacent ال embryo pole. نشوف هذه منطقة من منطقة الامبريو بول اللي هي قلنا عليها الامبريو بلاست. Now is called الامبلانتيشنز. عادة هذا يحصل بيا يوم بين ال on the 6 days after fertilizations. هنا نشوف الامبلانتيشنز راح تكون من يا منطقة ال adjacent الامبريو بول. الامبلانتيشنز occurs normally in the anteriorly or posteriorly wall of the bodies of the uterus. نشوف يا منطقة قد تكون هي في anteriorly or posteriorly wall of the bodies of the uterus. احنا قلنا normal implantations occurs in the anteriorly or posteriorly of the uterine. Now abnormal implantations is called the ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy it mean implantations outside the uterus. 80% of the ectopic pregnancy occurs in the ampulla of uterine tube. Most common are in the ampulla and the isthmus. قد تكون السايت مالتها أيضا اللي هي ال external surface of the uterus, the ovary, the gastrointestinal tract, the mesentery, peritoneal wall. زين في حالة عدم نزوله راح يحتاج المن إلى تدخل جراحي. الستيم سيلز اكو طريقتين نحصل على الستيم سيلز اللي هي قد يكون من الامبريو امبريونيك ستيم سيلز او من الادلت ستيم سيلز. الامبريونيك ستيم سيلز ار derived from the inner cell mass of the embryo. احنا كنا من صارت لنا البلاستوسيست صارت بيها الامبلانتيشنز ظهرت لنا بها كافيتي, كافيتي سميناه البلاستوسيلز اللي هو قسم لنا الخلايا اللي هي بالداخل الى منطقتين, منطقة اللي هي خارجية سميناها الاوتر mast cells والداخلية الانر mast cells, والانر mast cells هي اللي راح تعطينا forming to the embryo سميناها بالامبريو بلاست, وايل الاوتر mast cells اللي هي عطتنا التروفوبلاست واللي تكون راح تسوي لنا forming to the placenta. عادة ليش احنا اختارينا اللي هي الامبريونيك ستيم سيلز او اللي هي سميناها بالخلايا الانر سيل ماس, راح تتمثل because these cells are pluripotent and can forming any cells or tissue types. هذه الخلايا لو نشوفها يعني هي بدايتها حتى تتشكل راح تكون لها فت قدرات عالية تعطينا اي نوع من انواع الخلايا او من الانسجة. Then they have the potentials for curing a different of the disease. لذلك راح يستخدموها للعديد من الامراض اللي هي امثالها الدايبيتيز, الباركنسون ديزيز. شنو الباركنسون ديزيز؟ عادة هذا فد اضطراب اللي هو يكون is a brain disorder, وبالتالي قد يسبب لنا يعني يصير بيها leads to shaking, قد يكون بيها difficult with walking, balance, وبالتالي هذا يزداد بيها سوءا تدريجيا, والشيء الآخر انه يزداد بتقدم العمر. ولذلك نلاحظ انه الاشخاص اللي يكونون يصابون بالباركنسون قد يكون people many have difficult walking and talking. زين شلون نحصل عليها هذا الستيم سيلز؟ maybe الاوبتنت
from embryos after an in vitro fertilization, a process called reproductive cloning. In this figures you can see the reproductive cloning. هنا يكون عن طريق من عن طريق المختبرات صارت بها الفرتلايزيشنز للإكس، وبالتالي الطتنة اللي هي الخلايا اللي كنا عليها الإيد سيلز إمبريو الموريولا، وبعد ذلك صارت بها عملية من عملية الإمبلانتيشنز الطتنة البلاستوسيست تميزت إلى منطقة من منطقة الإنر اللي سميناها الإمبريو بلاست والتروفو بلاست اللي هي الأوترز. هذه راح تتمثل لي بالبلوري بوتنت من الخلايا، عن طريقها راح يصير تطينا قسم من عتا خلايا قد تطي البلد سيلز، قد يكون بها العضلات القلبية اللي هي الكارديك ماسلز، أو تطينا النيورال سيلز. كلية هنا هذه تتمثل لي بالخلايا اللي تمثل البلوري بوتنت، وهذه العملية راح أسميها سميناها بالريبروتكتيف. لو الطريقة الثانية اللي يمكن أن نحصل بها على الستيم سيلز هي من الأدلت ستيم سيلز. الأدلت تيشو containing stem cells that also may prove valuable in treating disease. These cells are restricted in their ability to form different cells types and therefore are multipotent not pluripotent. يعني هي صحيح متعددة القدرات لكن ما راح تكون هي محفزة على أنه تكون لنا الخلايا، وإنما هي بعد ما يصير عادة الانر ماس تعطينا الخلايا، تعطي هذه نوع من الخلايا فهو راح يكون جزء من هذه الخلايا، قد تعطينا الليفر، قد تعطينا البلاد، قد تعطينا هذه الخلايا، فهي بعد ما انه تبدي تتوزع هي هذه الخلايا ياخذوها وعلى اساسها، لذلك قلنا هي المالتي بوتينيت النوت البلوري بوتينيت. هنا صارت بها عملية الفرتلايزيشنز، بالتالي راح يصير بها الكلافج، اطتنا مجموعة من الستيم سيلز، هذه اللي هي تكون هنا متعددة القدرات اللي قلنا عليها مال الامبريو. زين، بينما هنا وين صارت بها الامبلانتيشنز اطتنا مجموعة من الخلايا اللي هي راح تتمثل هنا بالمالتي بوتنت. اوكي، هذه الخلايا توزعت، وبالتالي اي وحدة من هذه الخلايا اللي تم توزيعها قد تكون تعطينا اللي هي البرايمري جيرم سيلز، قد تكون بها الجاستروليشنز، تعطينا الاندوديرم، ميزوديرم، اكتوديرم، اي وحدة من هذني الخلايا هي تعتبر المالتي بوتنت. بينما هنا بهذه الحالة راح تكون هي البلوري بوتنت، هي اللي تحفز حتى تعطينا من الخلايا، بينما هنا راح تكون صحية متعددة قد تعطينا أي وحدة من هذه الخلايا، لكن ما راح تكون هي تمثل المحفز الأساسي not البلوري بوتنت. Also, you can see this is the pluripotent مال الامبريو ستيم سيلز، هذه تعطينا الخلايا اللي هي قسم من عندها السوميتيك اور جيرمز ستيم سيلز، واللي هي تعتبر هاي البرايمري اور البريميتيف جيرم سيلز. هذه بينما السوميتيك سيلز راح تعطينا الاندوديرم، اكتوديرم، ميزوديرم، واي وحدة من عندهم راح تعتبر ان المالتي البوتينيت ستيم سيلز. Thank you.